يا اهلا بكم مره ثانيه. طبعا النادي الاهلي توج بالسوبر المصري رقم 13 في تاريخه، يعني بطوله جديده للنادي الاهلي في هذا الموسم، ولسه ان شاء الله مستمرين على المنافسه بكل قوه على لقب الدوري وكمان لقب دوري الابطال، دوري ابطال افريقيا. وده قدر النادي الاهلي كالعاده، طبعا المنافسه المستمره على كافه الالقاب والمشاركه في كل البطولات. تعالوا نتكلم عن تفاصيل لقاء السوبر والاستعدادات لما هو قادم ان شاء الله مع ضيفي العزيز اللي منورني في تاني واخر فقراتنا الحواريه، كابتن ياسر مصطفى مدرب حراس مرمى شباب النادي الاهلي السابق. يا صباح الخيرات. صباح الفل يا نجم، ومليون مبروك. مليون مبروك علينا وعليك، ومليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، ودايما بكون سعيد ان اكون موجود معاك يا نجم دايما، وفي قناه النادي الاهلي في بيتنا وفي مكاننا. وطبعا بنحتفل مع بعض بكاس السوبر مع بعض، وكان لقاء فعلا يليق بالنادي الاهلي صائد البطولات. حلو اللقاء ده بقى، شفته ازاي؟ ايه اللي عينك راحت عليه، وايه الحاجات اللي لفتت انتباهك ونظرك في الماتش ده؟ هو بص، طبعا كابتن كريم، طبعا في حاجات كتير كويسه في المباراه ديت، لكن انا نتكلم على الشناوي اكتر شويه. ده احنا جايين له. أيوة. بص، اخر الشناوي اصل بحكم التخصص لازم اتكلم مع حضرتك عن الشناوي، وخصوصا تصديه الرائع لكثير من الهجمات، بس عنده الناس كلها وقفت عند هجمتين بصفه خاصه. أيوة. واكدتين. تمام. لما لا يدع مجال للشك. صح. فرايحين للشناوي، رايحين رايحين للشناوي. بس نتكلم عموما بشكل عام، شفت الماتش ازاي؟ انا شفت ان المدرب ما شاء الله حط ايده على مفاتيح الفرقه بشكل كويس جدا، على ادواته بشكل كويس جدا، لعب المباراة وعينه على الترجي برضك، بدأ يريح بعض النجوم علشان ضغط الماتشات، لأن طبعا طالعين من ماتش صعب جدا من المغرب تحت ضغط جماهير عالي جدا طبعاً. وكان أداء رجولي من اللعيبة، لعبوا 90 دقيقة أبطال فعلا، عملوا 90 دقيقة بطولية في الأجواء ديت مع حكم. أنا شايف من وجهة نظر الحكم بتاع ماتش الرجاء يعني ما كانش في مستوى الحدث بشكل كبير جدا، لكن ابطال النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي قدروا يعدوا الماتش بقوه وباسم النادي الاهلي وتحدياته دايما. عملنا مباراه كبيره جدا تليق بالنادي الاهلي، فطبعا اللعيبه جت منهكه، وبعدين انت طبعا هتلاعب منافس بتبدا تشتغل عليه لمده، المنافس اتغير، المنافس اتغير قبل الماتش ب 48 ساعه، وكان بنسبه كبيره انت مش متاكد هيلعبوا ولا مش هيلعبوا. يعني انا كمدرب برضك قاعد مستني. صحيح. لا على اللاعب هنا، على اللاعب هنا. طبعا. فالموضوع برضك بيشتت اي مدرب. يعني ناس كتير شافت ان كولر كان متوجه للامارات وهو معاه خطتين او سيناريوهين مختلفين طبقا ليه هيلاعب مين. صحيح صحيح، بس هو مدرب كبير هادي يليق بالنادي الاهلي، يعني من سلسله المدربين اللي هم ان شاء الله يعملوا تاريخ كبير في النادي. طبعا النادي الاهلي بمن حضر دايما بنقول كده، والنادي الاهلي اي مدرب ان شاء الله يقدر يعمل معاه نتائج كويسه، لكن الراجل ده السويسريين، انا عشت في سويسرا شويه، ليهم طابع خاص شويه ان هم جد جدا، بيشتغلوا بالورق والقلم، بيهتم جامد جدا، حتى تلاقيه طول اللقاء مع قلمين احمر وازرق. هم ملوك الدقه، مش ملوك. أيوة. مش ملوك الساعات. فلما تلاقيه ماسك القلم الاحمر يبقى اكيد بيدون حاجه فيها مشكله. يعني دي تركه كده هو بيعملها، لما بيمسك القلم الاحمر يبقى اكيد في عنده حاجه بيكتبها ملاحظه، مش القلم لزق يبقى اكيد في ايجابيات. أيوة. اكتر. لكن الراجل لما بدا يحط تشكيلته، يعني لما نزل احمد كوندوسي كان مفاجاه للناس كلها. احمد عمل الجيم كويس جدا من الناحيه الهجوميه، ادى بشكل كويس جدا، يعني هو كان مفاجاه بالتشكيل بالنسبه لناس كتير، هو ومحمود متولي، لكن الاثنين ادوا بشكل قوي جدا. وبنقول الحمد لله على السلامه محمود متولي، لانه بقاله كتير ما كانش بيلعب، فلما تلعب 120 دقيقه تحت ضغط جماهير لسد مقفول وماتش ببطوله، وكون ان الماتش الاخر ثانيه يعني بينج بونج رايح جاي، فطبعا دي يعني وكان في نديه الحقيقه، وكان طبعا في تنافسيه من فعلا من افضل ماتشات السوبر اللي اتلعبت. صحيح. لان ماتش فيه فنيات وتكنيك عالي جدا، طرق اللعب اتغيرت كذا مره من عند الفرقتين. هو اتحفز بيرمز، خد 14 دقيقه اشتغل فيهم، كان رجلهم الاول محمد الشناوي، وبعد كده بدا النادي الاهلي حط ايده على زمام الامور من اول ثانيه، بعد كده لاخر ثانيه، حتى الماتش اللي الشوط الاضافي الرابع النادي الاهلي كان مسيطر على الماتش. صحيح. ومضيعين، ولينا ضربه جزاء في اخر الشوط الرابع، سين الشحات 100% ضربه جزاء، مفيش حد غير اي حكم معدي
ولينا طرد طبعا في الشوط الاولاني بتاعت علي جبر دي اللي جت في ايده دي وهو كان واخد انذار، لان هي بيقول لك ايده ما طلعتش، ايده طلعت وغيرت اتجاه الكوره، الكوره في اتجاه المرمى اتغيرت اتجاهها. هو فخلاص. هو المقياس والمرجعيه هنا ان الكوره اتغير اتجاهها ولا مجرد انها تلمس اي جزء؟ هو لو كان الايد في محيط الجسم اوكي، لكن طالما الايد طلعت عن محيط الجسم وغيرت اتجاهها، يعني انا كوره هجون ورحت عامل كده وخبطت في ايدي، ما هي كانت رايحه جون. فخلاص هو المفروض كان ياخد الانذار الثاني، لكن برضك الحكم تغاضى على الانذار الثاني وادى ادفانتج لبيراميدز انه يلعب الماتش كله كامل. لكن من الطبيعي ان كان علي جابر التالت في اللعبه دي وبتاعت احسن. هو الماتشات دي ساعات بيبقى لها برضو ايه حساباتها الخاصه، يعني بيبقى مقبول في بعض الاحيان لاعتبارات ثانيه غير اللي بتحصل في ارض الملعب، في امور معينه لازم تراعيها عشان الصوره العامه. هو المفروض مش كده، فرقتين مصريين على ارض اماراتيه بيلعبوا على كاس، يعني فاهم قصدي؟ يعني أيوه. في حاجات ممكن تحط، يعني قصدي حضرتك ان الحكم يعني لازم يعني يكون في مشاكل، وخصوصا خلي بالك برضو ان كان في اكتر من لقطه كان في حساسيه واضحه، يعني كان في تنشنه وكان في عصبيه وكان في حاجات زي كده. ده ان النادي الاهلي لسه كسبان بيراميدز قريب وماتش كان صعب عليهم طبعا. وطبعا هو بيلعب نادي القرن، نادي كبير وهو نفسه يحصل على بطوله طبعا. عنده لعيبه بملايين صحيح. لكن لسه في نهائي الكاس احنا كسبانينهم، فطبعا هم اللعيبه نازله مشدوده جدا بتوع بيراميدز ان هو نفسه يكسب النادي الاهلي. وطبعا الموضوع صعب مش سهل ان تكسب النادي الاهلي، فهو ده اللي مخلي الموضوع كده، وهو نفسه ياخد بطوله، وطبعا رئيس النادي بتاعهم اماراتي، فطبعا هم عاوزين يقدموا له البطوله لان في الامارات وهم لسه طالعين من افريقيا ونتائجهم مش احسن حاجه، يعني جايين مش بحافز، جايين بمليون حافز. أيوة. هم عايزين يفوزوا يعني طبعا. عشان كده الماتش طلع صعب وطلع ماتش ممتع في نفس الوقت. هو صعب عشان هم بيلعبوا النادي الاهلي صعب عليهم، لكن ممتع لان طبعا النادي الاهلي بيلعب كوره جميله، كوره اوروبيه على ارض اماراتيه، الجو والجمهور كل العوامل دي عوامل تنجح اي حاجه. صحيح. يعني انت قاعد بتتفرج في البيت مستمتع جدا طبعا، مليون في باللقاء، مستمتع بالاجواء طبعا، المباراه والملعب والتصوير وكل حاجه الحقيقه. ايوه. والمباراه في الاجمالي بتاعها كتكنيك وفنيات واداء ممتازه يعني. صحيح. يعني بردك بيراميدز قدوا مباراه كبيره يعني اكيد في الاجمالي يعني. تعالى بقى نقف شويه عند الشناوي. ايوه. والتالق اللي كان عليه الشناوي كالعاده، يعني الحقيقه يعني سد منيع يعني حقيقي. هو يعني في زي ما حضرتك كلمه ان حارس المرمى في بعض الاحيان بيشكل نص الفريق ما فيهاش مبالغه على فكره. بص يا كابتن كريم، انا اقول لحضرتك حاجه، كلام حضرتك مظبوط جدا. هو المباراه دي تحديدا والمباراتين اللي قبلها اخر ثلاث مباريات دول الشناوي عملهم بوضعيه فوق العالميه. ليه بقى؟ لان هو كان قبل كده مشدود شويه. صحيح. من كتر المباريات يعني الناس هجمته، لكن في ناس فاهمه وفي ناس مش فاهمه. يعني في علم التدريب لازم الجهاز العصبي شويه يقلل مجموعه القرارات اللي بياخدها. ازاي؟ يعني انا باخد مجموعه قرارات قويه كتير 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 كتير، زي التليفون بتاع حضرتك كده لما تقعد تديله حاجات كتير بيهنج. طبعا. فهو كان محتاج ياخد راحه شويه زي ما النادي الاهلي عمل وقعده لاعب علي لطفي في ماتش الدوري. من اول المباراه دي حضرتك تحس ان الشناوي رجع تاني بقى من اول وجديد، الجهاز العصبي عنده استوعب وبدا ياخد مجموعه قرارات، الاليه في الاداء اتغيرت بشكل كبير جدا لانه خلاص رجع للوضع الطبيعي بتاعه، رجع القرارات بتاخدها في التمرين يقدر يعملها في المباراه زي اللقطتين اللي حضرتك اتكلمت عنهم. في واحده في الدقيقه 70 و15 ثانيه صد اسطوريه، يعني المساحة والزمن بين الكرة والمهاجم والحارس مساحة وزمن يعني صعب بيقين جدا ان حد يقدر يعمل رياكشن اللي عمله الشناوي. اولا الكرة المساحة بينه وبين المهاجم قليلة جدا. صحيح. الزمن بينه وبين الكرة قليل جدا. فدي المساحة والزمن لما يجي تحطه في الحتة ديت عشان يعمل رد الفعل دوت، محتاج ان انا الآلية في الأداء من التدريبات والحاجات اللي بتستدعى، لا وقرار يتاخد في كسر من الثانيه ان انا اكون بالوضعيه دي عشان ابقى قافل الزوايا كلها على المهاجم. لا ده اللي في الدقيقه 70 دي اصعب كوره ممكن تقابل حارس مرمى في حياته. اللي هي الكوره لما اتعملت بالعرض والراجل المهاجم وحاططها على يمينه
وبينه وبين اللاين بتاع خط المرمى يعني فنته يعني حاجه، وهو بصوابع ايده. حتى التكنيك بتاع التشتيت تكنيك نموذجي صح، مش عشوائي خالص. لان هو لو التكنيك بتاع التشتيت اللي هو لما بيجي يطلع الكره دي في الحته دي، لو هو عملها ببطن ايده من هنا ترد في الملعب، ترد لنفس اللاعب نفسه تاني، هتبقى هيتعمل عليها فول وما يبقاش فيها انهاء الهجمه. وهي الحاجه الاساسيه بالنسبه لاي حارس في الدنيا هي انهاء الهجمه طبعا. فطبعا هو لما لو حطها في العمق تاني الهجمه هتفضل مستمره طبعا، لكن لما هو صدها وحطها على الطرف البره نهى الهجمه بشكل نموذجي. صحيح. يبقى هنا المساحه والزمن اشتغل عليهم بشكل كبير جدا، القوة الانفجاريه اشتغل عليها بشكل كبير جدا، اللي هي تك تك اللي اصعب حاجه طبعا في كره القدم بالنسبه لاي حارس. نيجي للقطه الثانيه اللي هي في الدقيقه 113، انفراد تام لدودو الجباس، وطلع هو عمل صده النجمه طبعا. دي محتاجه اولا الرشاقه والمرونه عنده تكون عاليه جدا، صحيح، الرياكشن بتاعه يكون عالي جدا، التمركز في حاجه اسمها في حراسه المرمى التمركز الطولي والتمركز العرضي. التمركز الطولي اللي هي الكوره لما تبقى في نص ملعب المنافس لازم اكون انا واقف فين، والكوره لما تخش نص الملعب بتاعي لازم اكون انا واقف فين، عشان لما تتعمل كوره طويله في ظهر المدافعين او ظهر الباكين لازم اكون انا عامل بخط مايل مع الكوره عشان اكون قافل بشكل مثلث، راس المثلث هي الكوره. انا بسهلها للناس. ايوه، يعني انا كحارس المرمى يكون راس المثلث هي الكوره، قاعده المثلث رجليا وجسمي. تمام. والوضعيه دي لازم تتاخد في كسر ابن السله. ايوه، والوضعيه دي صعبه جدا طبعا، جدا جدا. نيجي نقول ليه هو اخر ثلاث مباريات وصل للتكنيك العالي ده جدا والاداء الفني اللي وصل له الشناوي بالشكل الكبير ده. في عوامل وصلته لكده. اكيد. العوامل ايه هي؟ انا لما خدت ماتش الدوري استريحت شويه، بدات افصل. لما نيجي نشتغل على التكرارات بتاعه الاداء في التدريبات بنشتغل عشان نوصل لحاجه اسمها الاليه في الاداء. عشان نوصل الاليه في الاداء دي نوصل لها ازاي؟ لازم ندي مجموعه قرارات ونقدر نحفظها في كارت الميموري بتاع المخ عشان نستدعيها في الوقت المناسب. زي ما ده مدي لحضرتك مثل بسيط عشان الناس تفهم. حضرتك لما تيجي تسوق عربيتك، حضرتك بتيجي تقف في اشاره او بتيجي تقف، حضرتك بتقول لرجليك دوسي فرامل؟ لا. ليه؟ هي عارفه لوحدها. ليه؟ عرفت ليه لوحدها؟ بالتكرار. تمام. هنا عملنا عمليه تكرار للاداء، عمل عمليه التكرار دوت عمل حاجه اسمها الاليه في الاداء. خلاص الجهاز العصبي استوعب ان انا لما اجي عاوز اقف عند اشاره رجليا لوحديها بتضرب فرامل بتقف. لو انا كارت الميموري بتاع المخ ده اتملى بشكل كبير، يعني بدات اخد قرارات كتير كتير كتير، لما اجي اضرب فرامل يا ضربها متاخر يا ضربها بدري شويه، يا ما اضربهاش يا ما اضربهاش. وارد وارد صح. طبعا. لكن انت بتبقى قاعد مع حد جنبك في العربيه بتتكلم معاه وتلاقي الاشاره تلاقي نفسك لوحدك. صحيح. ضربت فرامل لان انت خلاص من كتر التكرارات في التدريب خلاص استوعب الجهاز العصبي، بدات تستدعي منه القرار من غير ما تقول. خلاص الجهاز العصبي بيدي للجهاز العضلي القرار، دوس فرامل في الحته دي بيدوس فرامل. بس الحدوته دي يعني انا بسهلها بس عشان لا انا فاهم. لا لا ما طبعا بالعكس، التوضيح اللي حضرتك وضحته ده يعني بين الصوره بشكل مبسط. بس هي الفكره في ايه؟ هو حارس المرمى نظرا لان هو حارس المرمى فبالتالي جزء كبير جدا من مسؤوليه اي هدف هيدخل في مرماه هو اللي هيتحمله بطبيعه الحال. أيوه. فده بيستدعي من ان حارس المرمى يكون عنده ثبات انفعالي. صحيح. اعلى من غيره، قدره على اتخاذ قرارات مصيريه وبسرعه اعلى من غيره. يعني اللعيبه لو حد اخطا وارد هو هيتدرى في وسط زمايله، الدنيا هتتلم، لكن حارس المرمى تحس ان الجماهير كلها قاعده له بالمرصاد. فده بيحتاج تأهيل نفسي مختلف عن بقية اللعيبة. طبعا طبعا. وهنا ليه حراس المرمى ليهم مدرب لوحديهم؟ ده ردا على السؤال ان هو عنده ثلاث حراس او اربع حراس بيشتغل عليهم. أي. عشان كده دايما مدرب حراس المرمى بيعتبر تيم جوه تيم. يعتبر تيم جوه تيم. ليه بقى؟ لان هو بيشتغل على العوامل النفسيه والعوامل البدنيه والشغل التكتيك، ويجيب الاخطاء بتاعت المباراه اللي قبليها ونبدا نشتغل عليها عشان المفروض ان ما يبقاش في اخطاء متكرره. طبعا. بالنسبه للحارس او المدرب لو في خطا متكرر، يعني مثلا انا بطلع على كوره عرضيه دايما بتقع مني، هنا في غلط في سيستم التدريب.
اوكي. لما انا اجي دايما اتعامل مع المنافس بعصبيه جامده جدا، او بتكلم مع الحكم بعصبيه جامده جدا، هنا في تقصير من المدرب ان هو ما بيأهلوش للمباراه بشكل كويس. هنا هيبقى في جمهور جامد جدا، والجمهور ده مش على ملعبي غير لما اكون على ملعبي. لما العب على ملعبي الجمهور 90% هيبقى معايا. طب لما اجي العب في المغرب او العب مع مثلا الماتش الجاي مع الترجي في تونس، الجمهور هيبقى 90% مش معايا. هنا بيختلف التأهيل النفسي. هو الحمد لله رب العالمين، هي جت من عند ربنا ان الماتش الذهاب بتاع الترجي مش هيبقى فيه جمهور اساسا طبعا. أيوة عشان العقوبات الموقعه عليه. لا انا بقول على حضرتك. بتتكلم على المبدا بشكل عام. هنا لما بقى انا كمدرب لما اجي اتكلم مع كابتن كريم، احنا هنا هنلعب بره ملعبنا، هنا في شغل فني ونفسي مختلف عن انا بلعب جوه ملعبي. انت هنا جون منتخب مصر وجون النادي الاهلي مطالب دايما ان انت ما تخطاش. دي حاجة مفزعة على فكرة. أيوة. الواحد والله العظيم بكلمك جد، عبء نفسي وتقل على الأكتاف مش طبيعي، مسؤولية كبيرة جدا جدا. أنت حضرتك هنا كراجل يعني طبعا حضرتك ليك اسمك وليك تاريخك وراجل نجم في الإعلام بقالك سنين يعني، بس لما حضرتك بتقعد هنا في القناة بتتحمل مسؤولية كل حاجة حضرتك بتقدمها أو كل كلمة حضرتك بتعملها، صح؟ شوف عشان أجاوبك الموضوع إجابة. صعب ولا سهل؟ أقول لك كلمة حق يعني. أوه. زي ما حضرتك بتقول انا بقالي دلوقتي فوق 26 سنه في مجال الاعلام، لكن في حاله قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الوضع مختلف تماما عن ال 26 سنه اللي فاتوا من عمري المهني. اللي احنا بنتكلم، ما هو دي برضه حاجه مفزعه. احنا مش بنتكلم على جمهور عادي خالص على فكره. أيوه صح. لا كما ولا كيفا. أيوه. فبطبيعه الحال ده بيستدعي برضه احساس بالمسؤوليه لازم يكون موجود عند الواحد. فما بالك بقى في حاله الشناوي مع فرق الامثله بطبيعه الحال. لكن ايه ده؟ يعني ايه الثبات الانفعالي ده؟ شوف حضرتك انت هنا لما بتطلع من الحلقه هتلاقي الجمهور بيقابلك وهيقول لك تفاصيل الحلقه. صحيح. نقطه نقطه ودقيقه بدقيقه. طبعا. صح؟ طبعا. هنا لما نيجي نتكلم على اللعيب بقى، يعني انت ممكن يكون عندك مساعدات خارجيه، لكن اللعيب ما عندوش اي مساعدات. طبعا. هو من اول صفارات الحكم لنهايه صفارات الحكم هو متحمل المسؤوليه، هو اللي بيعتمد على القرارات اللي بياخدها. طبعا. امتى هيطلع، امتى هيقف، التحركات بتاعته والشغل بتاعه. فمن هنا الفرق بين اللاعب النجم واللعيب الدولي واللعيب المحلي واللعيب الموهوب واللعيب المصنوع. هنا في فروق فرديه. ما بيقول لك لما بيجيب لعيب مثلا بيبقى منور جامد جدا في فرقته ويجي يلعب في الفرق الكبيره ممكن ما ينجحش. وده ليه؟ حصل قبل كده، حصل كتير جدا. ليه بقى؟ لان هو مش متعود على الضغوط العصبيه، مش مؤهل للضغوط العصبيه. طبعا. مع اول ضغوط ده عصبيه ده في مدربين ما بيقدروش يتحملوا الضغط ده. صحيح. مش بس لعيبه، في حراس كتير. انا طبعا لسه جاي حاليا من نادي الوطن السعودي، كنت في تجربه في السعوديه وكده. يعني انا قابلت مدربين كتير واشتغلنا كتير. في مدربين لما بتيجي تشتغل تحت ضغوط زي ما حضرتك قلت كده بيحصل لها مشكله في التغيير، بيحصل لها مشكله في اختيار الفرقه، لان ممكن السوشيال ميديا والضغوط العصبيه ليجي يحط ياسر يقول لك لا طب ليه ما حطيتش كريم. لو هو المدرب هنا ما عندوش الشخصيه وما عندوش الابداع وما عندوش الثقه هيبدا يمشي هنا وهنا وهنا. طبعا. لو انت حبيت تحط تشكيله هتحط 30 لعيب، مش هيخلص، هتحط 30 لعيب. طبعا. فانت لازم لما تشتغل، انا كنت اشتغل مع كابتن اسامه عرابي، اشتغلت معاه حوالي 14 سنه. لما نيجي نتفرج على فرقه على لعيبها في الدوري الممتاز ما يشغلش الصوت، يقفل الصوت ونقعد نحلل من غير صوت. اوكي. يقول لي عشان ما احطش المذيع يحط لي تحت ضغوط تخليني تنطبع عليا ان انا اخد قرارات بناء على كلامه هو مش على رايي انا. فدي وجهات نظر مدربين. اشوف ده بقى اشتغل مع النادي الاهلي وخد مع النادي الاهلي بطولات كلاعب وكمدرب وحاليا بيحلل. فانا بكلمك على فكر بتاع الضغوط. لا والزمن اللي كان بيلعب فيه للنادي الاهلي يا خبر. أيوة. ابيض على الحلاوه والجمال. بص كانوا زمايله مين وقتها. ايوه يعني جيل رائع حقيقي. لما تيجي تتكلم مثلا على الكابتن حسام البدر حاليا لسه كسبان صفاقسي، كسب امبارح. ايوه. وقبلها بيومين كسب الترجي. شوف النجاحات اللي عاملها بره. طبعا. ليه؟ عشان هو كان مع النادي الاهلي. فلما يشتغل في الجزائر الموضوع مش سهل خالص. الناس مش عارفه موضوع ان انت تشتغل في الجزائر او تونس، ضغوط عصبيه غير طبيعيه. خاصه كمان عنده يعني عنده حرفيه التعامل مع الضغوطات. أيوة. اللي هو اتعرض لفترات مش قليله لضغوطات مش قليله. ايوه. وكذلك كابتن محمد يوسف، دول كلهم ابناء النادي الاهلي. طبعا. حاليا في نادي النفط العراقي. أيوة. عامل نجاحات كويسه جدا، كسبان امبارح. جميل.
قصدي اقول لحضرتك ان مش كل كواليتي المدربين ولا كل كواليتي اللعيبه ينفع يلعب في النادي الاهلي او يمارس النادي الاهلي او يشتغل في النادي الاهلي. صحيح، مليون دي ليها ضغوط معينه وليها سيستم معين تقدر من خلاله يعني تنجح في النادي الاهلي او ما تنجحش. مظبوط. فهي طيب. دي النقطه المهمه جدا. طب تعال بقى نتكلم شويه عن ما هو قادم، وعندنا ماتش، تعال نتكلم شويه تحديدا عن لقاء الذهاب بين الاهلي والترجي التونسي، وبرده توقعاتك ايه، مخاوفك ايه في حال وجود مخاوف؟ طبعا هنتكلم الاول الترجي في مجموعته. الترجي في مجموعته هو حقق 10 نقاط من 5 مباريات في مجموعته. أي. تمام. ليه انا جبت مجموعه الترجي؟ كان معاه شباب بلوزداد وكان معاه الزمالك وكان معاه المريخ السوداني. ليه انا جبت المحضره؟ عشان اقول لحضرتك هو في نهايه البتاع هو طالع اول مجموعته، يعني ماتش مش سهل خالص. فرقه الترجي مش في احسن حاله دلوقتي. يعني كنت بكلم المدرب اللي انا كنت شغال معاه اسمه احمد لطرش، هو ترجاوي يعني. اوكي. فامبارح بقول له احنا هنكسبكم. فبقول له احنا هنكسبكم كتير. فهو قال لي ايه؟ قال لي هو الترجي مش في احسن حاله دلوقتي، لكن بالترجي ما تأملوش في البطوله الافريقيه. يعني انا طبعا، وطبعا العقوبه زي ما حضرتك قلت اي فرقه من فرق شمال افريقيا ما تأملهاش في البطوله الافريقيه. بالظبط كده. وتمام. وكمان موضوع الجمهور دوت يعني هيبقى ان شاء الله عامل مساعد للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، لكن النادي الاهلي منهك. النادي الاهلي طالع من المغرب على كاس السوبر، على الترجي، كلها ماتشات صعبه جدا. فالنادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه الماتش الجاي، يعملوا استشفاء بشكل كويس جدا، لكن انا مش قلقان من موضوع الترجي. برضو عارف حضرتك بتتكلم عليه ده مشكله ازليه في الفتره الاخيره، هو كانه قدر النادي الاهلي يطلعوا من بطوله على بطوله ويقضوا الوقت الاطول من اعمارهم في المطارات وفي الطيارات رايحين من والى بطولات مختلفه. هو دوت اللي مخلي النادي الاهلي هو يعني النادي الاهلي بلس 90. النادي الاهلي يعني بس احنا بنتكلم على بشر، يعني بنتكلم على بني ادمين في الاخر. هو ده اللي مش كده يعني، فاهم قصدي؟ والله العظيم كتير جدا حقيقي. بص يا كابتن كريم، هو ده احنا عايزين لكل لعيب 2 3 دوبلريات يعني ينزلوا مكانهم بعد كده. بص هو ده اللي نرجع تاني لموضوع نفس اللي اتكلمناه على الشناوي، ان هو الجهاز العصبي بتاعه يعني بيتحمل بقسوه جامد جدا في الفتره اللي فاتت، ان ضغوط الماتشات والجمهور والضغط العصبي والشناوي مش لازم يخطئ. نفس الموضوع على اللعيبه. فاللي هو عمله المدرب الماتش اللي فات ان ياسر ابراهيم ما لعبش سواء مصاب او مش مصاب. أيه. وبعد كده طلع محمد هاني وطلع احمد عبد القادر وطلع محمد شريف، طلع حسين الشحات ونزل حسين الشحات، يعني بيعمل تغييرات في الفرقه كتير. التغييرات دي بيدي نفس للفرقه. ودي حاجه مهمه جدا. بعض الاحيان تغيير منهم بياخد الماتش في سكه ثانيه خالص، يعني في لعيب بعينه ممكن ينزل، عارف كانك رميت طوبه في المايه الراكده. يعني عجبني جدا متولي، عمل ماتش كبير جدا الماتش اللي فات. عجبني جدا احمد قندوسي، عمل ماتش كبير جدا جدا، كان مفاجاه التشكيل. لكن عمل دور ممتاز جدا. غير اداؤه في الماتش الحقيقه، يعني غير فنيا، برضه اللقطه الشهيره بتاعته دي هتفضل خالده في الاذهان لفترات طويله، وهو سايق الجولف كار. ايوه، ولف يعني الملعب كله. برضه في شطات كده. بالمناسبه اكتر اللقطات اللي وقفت عندها ايه في الماتش ده؟ والله هي اللقطه ديت يعني عجبتني طبعا جدا. اللقطه المفزعه اللي قبلناها اللي قلوب الناس كلها كانت واقعه. احنا المشكله احنا ما كناش عارفين ايه المشكله. بالظبط. بس تقدر تستشف انها ان في مشكله كبيره. طبعا. لكن ايه هي؟ لكن الحمد لله ربنا ستر. الحمد لله رب العالمين. وربنا ينجي كل لعيبه مصر. امين. وكل لعيبه العالم، لان الموضوع صعب جدا. طبعا. المهم رجعنا للقطات اللي وقفت. أيوة. عندها عجبني جدا، تحس ان هو دخل خلاص الاجواء بشكل كبير. تحس ان هو يعني موجود، تحس ان هو في اكتر في لقطه عجبتني عملها جدا، فينت عمله في الماتش بشكل كبير جدا، وشه للاوت وعم فوتها من بين رجليه ولف بتاع لعيب كبير. يعني الفنت ده عمله عجبني جدا. احب التاتشات دي فظيع. ده في ناس عملت عليه فيديوهات على مزيكا ما احكيلكش. على الفنت ده طبعا انا ما شفتوش ولا، بس انا عجبني الفنت في الماتش قوي. يعني هو وشه للاوت، اي حد مكانه يخش البطن رجله ويخش لجوه، يا اما يطلع بالخارجي ويلف كده، يعني يعمل اي حاجه غير يعني عمل عمل حاجه ما جاتش اصلا. شوف حضرتك انا مدرب بقالي يعني عمل حاجه يعني طبعا. فيها ابداع طبعا طبعا. الفنت نفسه مبدع صحيح، وبعدين نهى الكوره بشكل كويس طبعا. جدا هي دي اللي جت في ايد علي جبر. متهيألي يعني متهيألي كانت واحد تاني، متهيألي كانت هي دي اللي شاطها وجت في ايد علي جبر. بس هي اتصدت من منافس، بس مش فاكر هل دي اللقطه هي متهيألي بتاعت علي جبر ولا لا. هي دي متهيألي اللي كان المفروض علي جبر ياخد فيها الطرد. ممكن. اجمالي المباراه
يعني بدأت أحس إن اللعيبة بتاعت النادي الأهلي خلاص يعني أنت ما تقلقش. الحمد لله ما تقلقش. ينزل ياسر، ينزل الكابتن كريم، ده يطلع ده ينزل ما تقلقش. المدرب زي ما قلت لحضرتك حط إيده على مفاتيح الفرقة بشكل كبير جدا. تحس إنه بقى مسيطر على الفرقة بشكل كويس، وده هنا نجاح المدرب. أنت تحس إن اللعيب اللي بيطلع زي محمد شريف طلع حضن كهربا. أيوه. بعد الماتش. أيوه. ما دي لقطه تقف عنها. طبعا. اتنين مهاجمين. طبعا. وانا طلعت وانت طبعا. نزلت. طبعا. فكون ان انا اروح احضنه دي لقطه. لا ومش دي اللقطه الوحيده ما بينهم على فكره، كان ليهم لقطات كتير الفتره بس الاخيره دي حلوه لقطة قوي. يعني ايه؟ فيها منافسه شايفه بين الاثنين. طبعا. في نفس المركز. طبعا. محمد شريف هو اللي كان بيلعب وهو اللي طبعا. كان الاساسي. هوب الفتره الاخيره كهربا بدا يخش يخش يخش. طبعا. فبدات يعني لما يطلع اول واحد ينزل لكهربا محمد شريف. طبعا. يعني روح جميلة، روح جميلة. يعني صحيح. دي مش حاجة قليلة. طبعا. دي لقطة برضك يتوقف عليها. طبعا. دي معناها إيه؟ معناها إن في حب ما بين اللعيبة. طبعا. معناها إن أوضة اللبس طبعا. متسيطر عليها. لا وفيها إنكار للذات وإيثار للفريق بشكل عام. أنت عارف أخطر حاجة على الفرقة إيه؟ من غير اللي الناس بتشوفه ده كله؟ أوضة اللبس. أه طبعا. أوضة اللبس طبعا. هي مفتاح الفلوس. صحيح. مليون في المية. أوضة اللبس طول ما هي هادية، طول ما هي فيها إنكار للذات، طول ما فيها حب كبير، طبعا. طول ما فيها انضباط، الانضباط ثم الانضباط. صحيح. لعيبه زي لعيبه النادي الاهلي هي بتمثل نص لعيبه منتخب مصر. فهي طول ما في انضباط في اوضه اللبس، وفي سيطره في اوضه اللبس، وفي متسيطر عليها من قبل المدرب والكابتن سيد عبد الحفيظ، ومتسيطر عليها من كابتن الفرقه، دي كلها بتوديك للنجاح. فاوضه اللبس طالما متسيطر عليها كويس، هتشوف اللي حضرتك شفته في الملعب، قندوسي بيسوق العربية طبعا. عشان يخلي طبعا. محمود متولي الناس كلها تحييه وتطمن عليه. طبعا. فيها لقطة إنسانية. صحيح. وفيها حب كبير جدا بين اللعيبة. طبعا طبعا. لما تشوف كهربا وشريف يحضنوا بعض. طبعا. لما تشوف علي لطفي ومصطفى شوبير أول ناس بتنزل للشناوي. طبعا. هنا لما تشوف عم حارس أكتر واحد بيتنطط جنب الكاس. طبعا. يعني دي عناصر مختلفة. اتعملت معاه لقاءات تلفزيونية كتير على فكرة. أيوة. في الماتش ده. شوف حضرتك هنا اللقطات دي بتبين لك مدى التيم ماشي ازاي. صحيح. التيم بيمشي كده. اوضة اللبس، عمال اوضة اللبس، اللي مسؤولين عن المهمات، الدكتور، اللعيب واللعيب الاحتياطي، اللعيب اللي ما بيلعبش وينزل يلعب، واللعيب اللي ما كانش بيلعب وينزل، كل دي بتبين لك قد ايه هو النادي ده نادي كبير. يا رب دايما يديم المحبه كده والروح الحلوه بين اللعيبه وبعض وبين اللعيبه والجماهير. مليون مبروك، وان شاء الله باذن الرحمن احنا بصدد المزيد من الانتصارات والمزيد من الكؤوس والدروع الفتره اللي جايه. انا بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده جزيل الشكر، نورتني. دايما بكون سعيد لما موجود مع حضرتك طبعا، وموجود في قناه النادي الاهلي، قناتنا وبيتنا. ومبروك الكاس، وان شاء الله نتصور دلوقتي جنبه بقى. باخده حالا حالا. بص لازم نتصور. لو خدناه وطلعنا فلقنا جري يحصل مشكله. جمهور النادي الاهلي هيجي ورانا بقى. انا بشكرك جزيل الشكر، نورتني. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. مليون مبروك، وان شاء الله المزيد من النجاحات والمزيد من الانتصارات. انا بشكركم على حسن المتابعه، وان شاء الله يتجدد اللقاء بكره يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.